هكلمك الشرطة. ألو الشرطة، ألو، يجوا خدوا الحرامي ده وعند وعند بيت واحد. بيتو؟ اه جايلك فورا. اثبت مكانك يا ولد. انت حسب الله ونعم الوكيل. فاكر ان انت هتعمل البنك؟ انا هكلبشك. تعال مش قدامي، مش قدامي، قدامك اهو، قدامك. ادخل ادخل. على فكرة انت مش كنتش هتكسبني، كنتش تمسكني ليه على البطل الخارق؟ اقعد ورا يا حيوان. ألو شرطة، ألو، قبضت على خط الحرامي ودوه ودوه أبوه يبرق. انت حرام، انت عارف لو سمعت صوتك عامل فيك ايه؟ هوديك في السجن الانفرادي ومش هتخرج للفسحة. بس كده. جو، يلا يلا نروح عند الكوافير يا سواق. ماشي. يلا مريكة. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبتي. يلا نروح، يلا الفندق. يلا يلا يلا. يا رمراتي كويسة؟ اه الحمد لله. يلا اجهزوا. حاسب بالك شوية. يلا حبيبتي. يلا يا عمي، يلا نرقص. يلا انا هو ده اللي بطلع فيه يا بابا.
أول يجي تلتة. يلا حبيبتي ناكل تورتة. يلا يا كل يا خالي وانا شبعت وانت يا خالو. يلا واحنا ماشيين برضه جدا. باي باي. يا خالي مش ده البيت يا بابا. عادي مليكة هلي روح اي بقى اي بقى. يا حبيبتي ننام. ماشي يلا انا لبست اهو هدخل الحمام بس وبعد كده. ماشي هقعد كده عشان اشوف عنا حاجه في بابايا. ايوه اخد البوي لازم اشوف حاجه وعاوز اقعد. لست حمام يا حبيبي. ماشي يلا انا داخله انام. حبيبتي بصي هشوف حاجة او هنام على طول. ماشي حصري. خشي نام يلا حبيبتي خشي نام يلا. خلصت ثانية واحدة. يلا حبيبتي هنام. نمنا على يلا حبيبتي تصبح على خير. تصبح على خير يا حبيبي. جو مع السلامة يا جدي. مع السلامة يا بابا. مع السلامة يا بنتي خلي بالك وحشني. وانت تشحشني قوي يا جدي. مع السلامة. لو كنت فاضي والله كنت سافرت معاك. مش هينفع ده شهر العسل بتاعنا وجوز. مع السلامة يا حبابا. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. يلا بينا يا يلا نعدي بس على لازم نحط هنا شنطتنا. بجد ما حطيتش بالي. اهو حطيتها وانت هتحطيها برده. اها مفيش حاجه معايا. ايوه معاكي في شنطه بابايا. لا يلا ماشي يلا يلا حبيبتي يلا بقى ندخل السياره. يلا يلا حبيبتي اقعدي جنبي انت رايحه فين. يحطوا بعض شويه بقى. هنا اقعد هنا. راجل طياره جاي تلاقي. مفروض الطيار يجي حالا ويحطوا شنط. يحطوا شنط بقى بدله الطيار حلوه البدله. ايوه نستنى قوي نستنى بقى. ايه جو اهو طيار جاي دلوقتي. اكيد هستنى حاجه صح. انت فوت طيار. ازيك عامل ايه؟ اسمك ايه عشان نعرف رقمك؟ محمد. انت مصري؟ احنا مصريين. ايوه انا مصري وابويا مصري. بلاش تخلي دلوقتي يلا يلا نروح السوق. يلا احنا مش ناقصين. ايوه طب السياره راجل طيار مش من هنا. هنا يا كابتن. شكلك شغال هنا اول مره. شكلك شغال هنا اول مره. اول سفريه ليك ولا حاجه؟ لا طبعا. انا مش عارف ليه هنا. انا شاكه في الطيار ده حاسه هيوقع علينا الطيار. وانا ايه يا بيستر حاسه هيوقع علينا الطيار. بضحك عشان كده. هو مش قاعد. انا مش شايفه قاعد. هو ناحيه ثانيه زي ما حتى انا خايفه يوقع علينا الطياره انا وانت.
لحظة يا حبيبتي حاجة تاني. كانتش جزء من الموضوع. لحظة يا حبيبتي حاجة تاني. يا طيار طيارة صاحب الطيارة. يلا احنا اهو انا بهبط. بهبط ايه يا امي بهبط ايه؟ احنا لسه مستنيناش. بقولك ايه بشتريت وش توانا بدل الضربة. ماشي يلا ماشي. ايه تاكل ايه الاكل ايه اصلا؟ حمرني شوية بطاطس اهو ده الحمام. بلاش حد يخش على الحمام. حمها لك خلاص. جبت الراجل ينام ليه؟ اه عملها اوتو بايلوت. اه دخل الحمام. قلت لصاحب الطيارة بلاش يسوق عشان بلاش يخش على اي حمام. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضل. اسمه ايه بقى الخدام ده؟ اسمه ممكن هقولك اسمه. بيتر؟ بكر. اسمك ايه؟ اسمي امير. اسمه امير بكر. نسيت بس بخبط من بكر واسمه مين. الاوضه فين يا امير؟ اتفضلوا معايا. ماشي هسيب هنا الشنطه. ماشي يعني يحطه هو. هي دي حلوة. انا بدخل الناس روم. ايه؟ دي مش اسمها ماستر روم. اسمها ريدي روم. بغزر معاك بغزر. فضل بس انت اغزر انا هحط هدومي في الدولاب واشبك الحجارة. وانا انا الاول. على فكره في كنين جدلاب لينا مش جوه. حطيت الهدوم هي سليم. وانا احط جنب الهدوم اغسل يا ابني. اصبر انا عشان البس. يلا البس. بص هحل على السوق ده وخده. يلا يا امير عشان تدخل تجيب اللبس وانا هديك اللبس. يلا يلا ادخل برضه. اعتقد كان في الحمام. ادخل في الحمام. يلا. ايه يا ابني تغط علي ليه؟ ايه ده يا سليم مش طول. استغفر الله العظيم يا رب. طب خد الامير ولبسه ويمشي. امير يلا اخرج بره. انا مش لازم تاخد الهدوم دلوقتي. يلا خش الحمام عشان انا استحمى. في لبسك بره يا فندم. حاضر. ما تدخلش بقى. حبيبتي انا خلصت الحمام. لازم هلبس دولات عشان اخد اللبس. ايوه خدوا يا فندم. لا مش دولاتي على فكره يا حبيبتي. حبيبي على فكرة الفيو روعة جميلة جدا وفي تحت لعبة أطفال كمان. عشان شارو حبيبتي. خش هديك اللبس. فضي يا حبيبي فضل يا أمين. وانت يا حبيبتي خد هدوم عليك. أنا حطيتها له تحت عشان خد. اخرجي برضو عشان عاوز انام. صعوني بقى في الخضار في الفطور. ما امير نعم اعمل الاكل. تمام.
وصحيني بعد كده. اوه انا هنام انا كمان. تمام صحيح. اوش 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 اوش. في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ فطور؟ ماشي. بدأت. يلا يا ابني ناكل. جيبوا هنا الاكل، حطه في الترابيزه. الاكل النهارده بيتزا. بيتزا بيتزا، حطه بقى على السفره. حط اي حاجه خلاص. نفتح التلفزيون. حط يلا. دولفين. سيب الفلسطيني، كنت بحبه. في خلاص جبت كان تبعه في حلقة كام؟ حلقة خمسة. يلا حلقة خلصت. يلا حبيبتي يلا ناكل. انت اكلته؟ اكلنا ايه؟ الانوار. انا انوار يا بنت. نسينا نقفل. خلاص انا هقفل ما بحبش. يلا نم 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 نم. كل حبيبتي نم نم نم. صراحة امير بيعمل اكل تحفه. ويت كان اشتغل مطعم عشان نيجي عنده كتير قوي. نم نم نم. بس انا حاسه غريب كده مش عارفه. وانا مش عارف ماله النهارده. حاسه غريب يا فندم. انا مش عارف ما حاجه. احنا مش عملناش حاجه يا امير. تمام. انا شباب انا طالع فوق عشان اعمل حاجه فوق. ماشي انا هقعد اتفرج على المسلسل. صح يا فندم نسيت شيله. ماشي بس انا عايز كتير بس عايز اعرف فين المكان الخزنة. تمام. انا الخزنة انا لقيت كل الاول في الخزنة مش لاقي اي واحده. انا برضه مش عارف يعني. انا كنت عارف الاول بس الصراحه معرفش ايش في المكان اللي خدنا الحاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا شايفه صفحات هنا. لا ده تحيط. بس هجيب المفتاح اهو. هكسره دلوقتي. اهو يلا نطلع. لا تفتح. هي دي الخزنة؟ هي دي الخزنة مكان سيف. كويس. واو. يلا انزل يلا انزل يلا انزل عشان مشغول دلوقتي. حبيبتي اوعى تطلعي جوه الاوضه عشان اعمل حاجه. يلا جيب اللبس. ماشي ايوه بقى. اهو خلاص حطيت البدلة. هنزل دلوقتي. ايه يا امير عامل ايه؟ الحمد لله. انت شفت حاجة؟ الحمد لله. نعم. حاجة بس كده في ودنك. فوق ايه؟ حاجة في ودنك يا فندم. مش فاهم حاجة. عايز اقول لك حاجة سرية. ماشي قول. انا شفت البدلة السرية. ايوه تقول لمراتي. متخافش تقول لمراتك سرك كبير. استفاد ايه؟ ايوه تقول عشان هي ممكن تقول كل الناس. بس انا بحب باتمان اكتر من لك. باتمان ده مش حقيقي. خلاص اتفرج عليه براحتك. انت تحب احسن. بس اقول لها حبيبتي عامله ايه؟ اتاخرت فوق كده ليه؟ عشان انا كنت كان في
كان في واحد صاحبي يكلمني. بيحط بدله ايه ولا حاجه. انا سمعته ده يا ياسين. ولا حاجه ولا حاجه. عم الهضره يا فندم. انت يا امير. نعم فندم. انت هو كنت بتعملوا ايه فوق؟ انا مش بنعمل حاجه. ما تردش يا امير. ايه كنت بتعمل ايه فوق يا امير؟ صدقيني كنت بعمل حاجه فندم. انت قلت بدل السرير بتاعت سوبرمان يا فندم. دي ابطال خارقين دول مش حقيقيين اصلا يا فندم. فندم هزار يا فندم هزار. اسكت يا امير. اسكت صح يا فندم. لا اسكت اسكت اسكت. سوبرمان. اسكت اسكت. متجوزه سوبرمان انت متخيله؟ يلا اتصوري معايا يا فندم. انت ما قلتليش ليه يا ياسين؟ عشان كنت مخبي عليك السر ده. لازم بقى بس هي انت اللي اضطريت. امير اسكت يا امير اسكت يا امير. انت فتحتني فتحتني بسبب المصيبه دي. عشان كنت مش عايزه اقول لك عشان ممكن تقولي كل الناس. كنت تقدر تقول لي سر. بس هو شاف. هو شاف ماشي. هو عنده فعلا حق. طب بلاش تزعلي. بس بلاش تقولي. بس بلاش تقولي لابني. اعمل ايه يا صاحبي؟ مش لما ابنك يجي. اسكت. تعرف انا معايا سوبر مان. ايوه انا معايا سوبر مان. سليم اضربه يا سليم. اقول لك ايه؟ هديك تلك ليزر على ماخك. لا خلاص كده اخر. هو حتى قال هيديك تلك ليزر. اسكت بقى. خد الضربة دي على ماخك. خد. لا استنى. انت لو ضربتني هينشر يا وش. ايه اقفل على طول. قول انا اقول له اقول له كنت بخاز معاك. قول له بدي اضربك. تضربني ليه؟ اسكت بقى. انت وقعت على الارض. اتكلم كان المستشفى على طول. انا المستشفى. اصحى يا ابني. حرام عليك يا سليم. ليه عملت كده؟ اعمل ايه وهو بيكلم واحد صاحبه شرير يا امير. بتحترم نفسك شويه. كلكم عشان شكو تأثير البين. هو شكله ايه؟ متقلقش يا امير. الدكتور قال انه كويس. انا بحب الخمره. هاتوا خمره. بس يلا هتحبسني. حمرا مين؟ مين حمرا؟ 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 مين مش عارف ماله. فقد ذاكرته؟ لا فقدان مؤقت. فقدان مؤقت للذاكرة يا دكتور. لحظة لحظة. حامل التلج ده للمية. اتكلم بقى. سليم ده جاله فقدان مؤقت يعني هيفضل سنة. سنة كمليها. طمني يعمل لي أكل. لا خدتين بقى التاني بدل الخدام مين ده لما يعالج ونطرط الخدام. يلا قول انت مطرط. لا مطرط ايه؟ ماشي. ايه اسكت يلا بدل. انا تعبت من المشوار ده يا سليم. يلا بقى نطلع. وانا ايه ده؟ لحظه جالي مكالمه. يجيلك واحد ويرن عليك الجرس. نلنا مجدنا. خش يا خش خش يا ابني خش. بقول خش. انت مالك؟ اسمك ايه يا امي؟ اسمي محمد. محمدي؟ طب عاوز اعرف ومين صاحبك؟ صاحبي؟ عاوز اعرف اسمه. مستشفى حاليا. اسمه ايه؟ ومسحيني تاني صاحبي. يا لهوي. كلمك في التليفون وقال لك ان في سوبر مان؟ ايوه. امال ايه؟ يا لهوي. بره. بره. مضروط. قالوا الشركة. قالوا الشركة. نعم.
خدوا الراجل ده عشان مينفعش، لازم يقعد معاك على الاقل من يومين. يومين ايه يعني؟ مبقاش هيجي عندك هضربها، مبقاش كده هتدفع فلوس زياده. هطلب الليك جورد. الحقني، مسك التليفون بيكلم صحابه. اسكت. خد 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 ريزه الدركة على مخ. خبر ايه يا بي؟ بطل لا اضربه اضربه، انا بقول لك المره دي اضربه، انا هضربه معاك بوم. وهنط عليك. خلاص يبقى خلاص خلاص خلاص. ايه اضربه مره. هنفضل قاعدين هنا في البيت يومين، وبعد كده بعد كده نعمل يلا نطلع. الو شركه، الو شركه، الو خدوا الواحد الشغال عندي ده. عدى عليه يومين. عدى عليا قد يومين. ماشي، هيجي لك واحد بعد ساعه. بعد ساعه ماشي. باي. ايه ده؟ مين جه؟ ايه ده؟ ايه مين انت؟ انا الراجل اللي انا مشتغل معاك. اذا بتحكي بس كده، لا بس تزعل. انا عارف انت عارفني، انا سمرين. تمام. ايه يا ابني؟ لا مش هتكلم صحابي اللي انت بتقول ده. لا مش هتكلم صحابي. عارف تتكلم الاخبار. اقفل اقفل بقى، هكسرك التليفون. هشوف الاخبار. ايه ده؟ مين؟ هشوف الاخبار بس. استنى، مين؟ هشوف حاجه على الموبايل. مين ده يا؟ اخبار تقول ان في اشاعات ان في بطل خارق كفى هذه المدينه، فهل هذا الموضوع صح؟ لنعرف، ولكن التقارير التي تجانا التي تقول انه سوبر مان، وفي تقرير تقول انه سبايدر مان، وفي تقرير تقول انه باجي. يا ابني انت شورتش لحد معايا يعني، هحليك انت تخرج انت وسليم. مقولتش لحد ايه ده؟ نيوز. سليم؟ سليم مين ده؟ ده شغال الجديد. القديم مشي؟ كويس. انت الاخبار بتتكلم عنها. خاطر بلاش تقولهم، خاطر بلاش تقولهم، انا مش بحبش حد يقول. انت الاخبار نفسها بتتكلم. طب عارفوا انا ممكن يعملوا، ممكن يصوروا معايا. لحد دلوقتي في شعار على فكره، مش انا كنت بهزر معايا. للاسف انا خدع اللي انت بس، مش هقول لحد عشان سرك كبير، عشان انا لازم ابقى عندي وندون المستشفى. يلا بس فندم تعرف يا خدام الزفت انت ده، لو مصيبة حصلت تاني هعمل فيك ايه؟ هطردك وافضحك. عارف لو كانت حصلت له حاجة هقتلك. اصحى انت كمان، ده ايه الخدامين المعفنين دول؟ ايه تزيدش لمية بس يا كلب. هلا مش هسمح لك، تشتمني. فوز يا حبيبي، فوز يا حبيبي. انا مش شايفه، انا مش شايفه الموضوع. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبي. النور قطع. نقطع مش مهم. طب حصل فيا ايه؟ ده هو الولد جاب لك الضغط شكله وفجأتك واحد. بس هو من امتى بيعمل تخفيف احمال المستشفى؟ يعني ايه تخفيف الاحمال؟ عم طول بيبي ولا ايه؟ تخفيف الاحمال يعني علشان المفروض مصر تدي دولار للبلاد التانية، معرفش حاسها عليها ديون ولا مش مهم. عاوز اقولك سر. ايه؟ باش تقوليهم كل الناس. انا قررت قرار. انا كنت عايش في كوكب بعيد عن كوكب ده.
بصي يا حبيبي انا قررت قرار. اصوري لا انا قررت ان احنا مش عايزين خدامين وانا هعمل الاكل. لحظه حبيبتي عشان اكمل باقي القصه. انا كنت صغير وكنت بيبي، امي وابي ابويا والكلب بتاعي كلهم ماتوا بسبب افتكار كبير، سبب كوكب تاني انفجار. ورحت مدينة تانية هي دي. كنت بحب ريتك، ريتك وحلوة. انا جوزتك عشان انت حلوة اصلا. هي كل دي القصة بتاعتي. حاضر يا جوزي يا حبيبي. انا قررت ان احنا مش محتاجين خدامه وانا هطبخ الحمد لله، واحنا بكره الحمد لله مروحين مصر، هنمشي من المالديف. ماشي حبيبتي. يلا حبيبتي احنا راجعين اخيرا لابوكي. شفت اكتشفت ان نفس الكابتن بسوق هنا دلوقتي برضو. من فضلكم قوموا على شنطة الطيارة. بس كده وصلنا هنا اخيرا. نطلع كلام جد. الو احنا اهو، احنا وصلنا اهو، ماشي. لازم ليك تعالي. نعم في ايه؟ لازم ليك بس تقولي حاجه لابوكي. ماشي مش هقول. نعم خيري. شنطة يا ياسمين. انبهت دلوقتي. جابوا شنطتك انت. يا جدي يا جدي. شنين يا بابا؟ جدي انت بصص الموبايل ليه؟ امسك البلاش كده بكلمك بشوف الاخبار ايه يعني. ليه يا جدي؟ ليه؟ وحشه اخبار وحشه. احب اشوف الاخبار. لا قدري لا اطلع من ايه. اسرائيل بتضرب في فلسطين. خلاص هشوف على التلفزيون. لا خلاص. لا انا اصل روح شاوري مع خلي اصلي بيقتلهم سكينة جامدة ويخش على ورا البطن. قول يا ايه يا ابني. بس تشوف يا اخي جدي بس تشوف. انت تزعل كده تزعل. لا يلا وصلنا بقى يا بابا. يلا بدأنا. يا حبيبتي نخش. وانا هدخل اطلع انام شويه بعد كده هعمل الاكل. تعمل الاكل ماشي. بكده حاسس ما ابوكي بيعمل مصيبه. انا يا حبيبتي عامله ايه؟ ما فيش حاجه. ليه بتنام نفسك كويس يعني؟ كويس تمام. انا هدخل انام. بدات مش عارف هو ابوكي بيعمل مصيبه ولا ايه ويفرج على اخبار. مش عارف والله مش عارف. مش عارف ابوكي بيعمل ايه صوتي حاسه ده ولا ايه. والله الصوت عادي هم بيعملوه بيجيبوا بقهم. يا مليك اصحي في حد جه. ما مش عارف هو مين. مش عارف. تعالي معايا. كويس انا بجد كده. ايه ده؟ خش جدي. خش غريبه من بابا. جدي ولا سوبر مان؟ قصدك سوبر مان. اتفضل بص بس يا ولد على هون. هات بص هات. ايه ده؟ ما بتعمليش حاجه زي دي بنت. انت عارفه ايه اللي هو سوبر مان؟ صراحه ليه قلتي حقيقه؟ ما خلاص كانت فضحنا. وانت صوتك بس عشان الجيران يا بابا. خلاص انت اتفضحت على النيوز. خلاص عرفت. والصوره اهي خلاص. انت خلاص يا جد. خلاص في صورتنا في الطياره. شكل كابتن الطياره كان سامعنا. نقفل كل البيت. نقفل كل الصداره. كاميرات الطياره محوله على كل المنطقه. انت صوتك يا
انا قفلت الباب وقفلت السوطان، ما فيش حد يعرف يخش البيت. صوروا من هنا، صوروا من هنا، صوروا من هنا. يا لهوي، لا 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 بابا اطلع استخبى بسرعه، اطلع استخبى بسرعه. لا لا لحظه، لا يا لهوي، الراجل العجوز عايش هنا. يا لهوي 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 يا لهوي. اطلع بسرعه، في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مين سوبر مان ده يا جماعه؟ مش الحاجات دي فيك ومش حقيقيه. باي باي. شفت يا بابا فضحتنا بجد. انزل يا لا يا فضحتكم، دلوقتي صورتك اتشهر. انا مش هخرج من البيت خالص. احنا محتاجين طلبات البيت، البيت ما فيهوش حاجه. وانت انت تخرجي، انت تخرجي عادي، اجيب لكم طلبات البيت. بس مش تجيبي حد معاك، مش تجيب حد معايا، انا اجيب لكم يعني. مش عارف انا اقول له سوبر مان ده. طب قول له، طب قول له، طب حد قال لك انت عارف سوبر مان؟ قول له مش عارف، مش عايز انفضح وتقول البيت. لا حاضر. بعد سنة أبدا. يا ربي يطلع شبهي، 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 بعد يا ربي يطلع شبهي. ولد زي القمر الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ اوه هات حلو قوي. دكتور انت فوت توديه حضانه بتاعه المستشفى؟ اتفضلي 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 يا دكتور، اتفضلي يا دكتور. وشوفوه ماله، شوفوه يا دكتور، يا دكتور من هنا اهي حبيبتي. ولدت زي القمر. ايوه زيك زي وزيك، بس يا رب يعيش. انا حاسه معاه ابوه كده، هتبقى قوي. انت مش عارف مكاكا. عايزين نقول لك اخبار حلوه واخبار وحشه. قولي خبر كده. غريبة مش احنا عارفين. لا مش مهم، مش مهم. انا عارف هو وشكل دماغه متخصص بطريقه مش فاهم حاجه، لكن ما اعتقدش ده هيسبب ضرر. انا عارف ليه. تاني حاجه بقى، ليه طيب تفتكر؟ عشان طلع زي عنده قوه. ايه لو انت بطل خارج سوبرمان؟ عادي بقى، اعرف عادي. على مو انا مش بتاع الناس اللي بتشتغل وتشوف بس في عين. للاسف يا فندم ابنك نظره ضعيف شويه. نظره ضعيف؟ عادي، هما عاملين دوره عادي. احنا نتين ودي لما بيكبر نظره بيرجع زي ما هو عادي. ايوه وزي كده. على العموم تقدر دلوقتي تاخد طفل. الرعاية اللازمة عندكم، بس أدوية معينة عشان تبدأ الطفل. ليه دواء؟ ليه دواء؟ هو كويس. لا عشان يعني أدوية، عشان هو لسه طفل، هي الفيتامينات. ماشي يا دكتور، احنا خدناه، تقدر تتفضل واحنا هنلبس ونمشي بكرة. بعد 10 سنين. ازيك ازيك؟ مش انا حبيبتي، احنا انا ناسي اسمه ايه، نسيت. اسالي يا حبيبي، احنا اكيد عارفين يوسف يعني. نسيت بس. بابا انت ازاي نسيت؟ لا انا كنت فاكر بس نسيت. بيهزر بابا معايا. بغزر معايا قوي. طب عشان خالك وخاني. ايوه شغل لنا اغاني. طب استنى، انت لسه صغير يا ولد.
اكبر مني. لا يا حبيبتي، لا حبيبتي خلاص اهدى حبيبي. ايه 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 ده؟ ايه امك كده ما فيش حاجة يا حبيبتي. امك حلو، ام حلو. جالي مكالمة، خليكوا هنا وهكلم. ترتين الو معايا؟ زي جد، زي جدي. عامل ايه؟ زي جدي عامل ايه؟ كويس؟ ماهي هم كويسين الحمد لله. ايه ماشي عايزه ايه تاني؟ في كده خان بدأت. عاملة ايه يا حبيبتي؟ بدي 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 مكارنة. بدي مكارنة. في كده نقرأس. كمان وانتو بقي الرأس وانا بقى اخش هنا. ايه يا بابا متيجي تقول ماما بابا متيجي تقول رأس مكارنة. نعمل الأكل. حق ماشي يا ابني. انا كنت عاوز اخش هنا ما مش عشانة. نلعب بابجي. الولد ده انما انا بقول لك اهو يا سليم على شان. احنا لسه الصبح. نلعب بابجي. احنا النهارده ادينا اجازه من المدرسه ماشي، لكن هو دلوقتي بكره لازم ينام بدري. ماشي هدخل اعمل لكم الاكل. يا حبيبي تعال يلا نلعب بابجي. بابجي تعال نلعب بابجي. تعال يلا. طيب فين التابلت بتاعك؟ ما هجيب اهو التابلت. لازم اجيب التابلت بتاعي. ايوه يلا نلعب. يا ابني انت بحب اغنيه بابجي دي قوي يا بابي. بتبقى في الليل بتبقى اغنيه حلوه. وانا برضه بحبها. كنا جيم بيو بيو بيو. يا ابني هنقصك يا بابا. همسك يا حبيب. هو نزلتك تاني من الركوع. اوف الحمد لله. ايه حبيبتي خلصتي اكل ولا لا؟ ماشي كويس. حطي على الصفر. بدي 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 مكارينا. اوه على فكرة موتي. مش عارفة انزلك تاني من الكوخ. خلاص اني خلاص. اوه خلاص موتي. يا ماما بكلمني يا ماما. نلعب بجي يا ماما. ما كلمتكم في حاجة يا حبيبي؟ ما ينفعش تقول نتكلم مع ماما كده. انا اسف يا ماما. ينفع اخد مع اصحابي؟ لا ايوه يا ابني بلاش. عايز اقول لك بقى لازم انت كبرت خلاص. لازم اقول لك السر ده. ايه انت عندك ايه؟ هو ما تهزرش. هو مش اسيم. قلنا مش بدري كده. ممكن يا مؤسس تيجي تقعد. مش احنا كنت بغاز معاك. لا هنقول له بس بالهدايه. اقعد على الكنبه يا مؤسس. بص انت طبعا عارف ان باباك بطل خارج صح؟ ايوه باباك بطل خارج. يس انت طالما انت ابنه فانت كمان بطل خارج. ازاي؟ ايوه انت بطل خارج. يعني انا عندي قوه خارقه؟ لا امك مش عندها قوه. انا معلش انت بس. يس اقول لك بقى يا ابني. اقول لك استنى
انا اقدر استقوى على ماما ان انا رايح اي حته. بس انت بتعرفش بس انت ما بتعرفش تستخدمها. انت وحيد علشان القوه دي تفضل معاك لغايه ما تكبر. ايه تستعملها في الخير بس ولا ولا حسيمة معاك. ما انت لما بتستعملها في الشر بتقل. لا عمري ما استعملها في الشر. يا ابني انت مش تعرفش تستخدم القوة عشان انت لسه صغير. استنى ركز على حاجة الحتة دي. لا يا ابني لا لا يا ده لا برا 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 انه هم عارفين احنا مطل خارج. بصوا هندربك بس بعد كده ناكل. طيب لا بقى انا عايز ضرب عليه ورا سمعتي يا ماما. بقى بلاش على الخمسه دي. الخمسه ديت ما يجمل البيت كله. ضربني يا بابا بعد الخمسه. يعني بلاش تقول لي لاصحابك عندك قوه. بلاش تقول لهم ان ابوك هو عندك قوه. خمسه انا بجد هم عارفين بس بلاش تقول لهم اصلا هم عارفين. ماشي يلا ناكل. يلا اقوى 1 2 خمس كروس 3 4 يعني خد برضه الدرام. لا بابا انا مش همسك ده. انا مش مبتدئ اصلا. انا هبدا في 500 على طول. انت تاخد 300. دي وجعتني جدا مش قادر. شوف 1 2 ثلاثة. انا هشيل المية. 150 بقى. لا انا هشيل المية. بابا. مية هو 150 بس. ده 50 بس. 50 امشي على المشاية. وانا همشي على المشاية. رحت بشيل هتبقى جامدة. افتحها. انت بتدرب. بابا. انت عامل حاجة يا بابا. انت بتدرب طفل صغير في جيم كبار ليه? عشان هو امني. وانت عارف انا سوبرمان. هو انت الكابتن سوبرمان اللي الناس قلبه بيك الدنيا. بلاش تعصبني بدي اضربك. مصدقتش. انا كنت عايز اخد معاك صوره بس في صوره. بابا تشيليه. بابا الراجل عايز ياخد معاك صوره. يا بابا في ايه يا بابا؟ ثانيه تعالى صور معايا. مع انت امني وانت امنا بطل خارق. اتحكوا تشيز. حلو. انت كمان شايل الوزن كده شكل حلو. ودي بقى الوزن اللي انا عايز اشيله. ما بعرفش اشيله. حي عندك دايما. مش حي عندك. هو امني هو يجي عندك. اصل انا صاحب مكان الجيم ده وباجي دايما هنا. انا اسيب امني يجي هنا ومع اصحابه. اقول لك حاجه. اشتراك الجيم بتاعكم ببلاش. اللي هي مش عايزه اشتريها اي حاجه. انا عاوز اني يمر من بواس. ماشي ما هو اشتراكه ببلاش. يلا انا مش هرفع الوزن ده. مش هتسيطر على نفسي بابا. انا في حاجه غلط. ايه ده ايه بس ده بس تطلع هوا. بس تطلع نار. مش قادر. يا لهوي. مش قادر اسيطر على نفسي. لازم استخدم الليزر تلك. لازم استخدم الليزر تلك. يوادر تلك. وش النور بيرش التلج. يلا قوم يا ابني قوم. انا عارف مالي. وين حصل قوته خرجت على السيطرة. هو بيحصل كده كتير. لا مش بيحصل. حصل مع اول مرة. تعالى يلا ولا بس انا بابا اكمل. عايز اكمل. لا بابا انت ممكن تولع الجيم كله. تعال انزل. ماشي خلاص. كمل بكره. كمل بكره مع اصحابك. ازاي بابا ستي على ايدي يا بابا؟ عايز ستي لما تكبر. بابا كنت عايزه افتحك في موضوع. يا ابني عايزه اعمل قناه يوتيوب. يوتيوب كتير يا بابا. مشهورين حتى لو مش مشهورين بحبهم. مثلا سليم جيمنج. ايميل في واحد اسمه سليم جيمنج انا بتفرج عليه. بابا حلو قوي. يا ريت يا بابا تعملوا لايك وسبسكرايب سليم جيمنج. في كمان ميجو ناين صح. سليم سكيتوس ده يعني بتعمل حاجات. يعني بتلعب بابجي وبتلعب روبلوكس. الصراحه يعني بتعمل كل حاجه. بص يا ابني
انا هسمع كلامك وخلاص. لو اعمل لهم لو سبسكرايب يا بابا الحلوين يا بابا. ايه ده انتوا هنا؟ ايه يا ماما نايدا؟ ايه عم تخبطها نايدا؟ انا كنت باخد سبرنت من هناك في الجيم لغايه هنا. انت قفلت في وشي يا عم، انت عايز اكلمك. بابا باش تعظني بدي اضربك بالليزر تالك يا بابا. بلاش تبشري يا بابا، خلاص اهدى اهدى يا بابا، بتتعصب بسرعه ليه؟ مش عارف، ما عندي قوه الشر، ما مش عاوز اعصب عليه عشان ممكن. بس انت زي بابا، انت عندك ليزر تالك وانا عندي نار. ايه البيت ده؟ مين قالك تخشي البيت دي؟ انت ازاي تخش بيتنا؟ انت سبتوا الجراج ما قفلتوش باللوك. لوك كنت عايز اقول لكم حاجه. انا سمعت القناه بتاعه سليم جيمنج، انا عارف القناه دي وبحبها جدا 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 صراحه. دول احلى ناس بينزلوا حاجات على لعبه كده اسمها روبلوكس. خلاص يعني، خلاص يعني انا عارف. ومعايا واحده اسمها سريم سكيترز برده اخت كده، برده قناه حلوه جدا جدا جدا. بس ممكن البنات ان كابل بقى بقول لبابا يعمل لهم لايك وسبسكرايب. كمل بقى بكره بقى، نكمل بكره. تعالى انا متعصب. انا قررت. لا يا لا يعني اورك كله. لا اورك يا قبل تحت حاجه، اورك يا قبل تحت حاجه. ليزر تالك، ليزر تالك، ليزر تالك، ليزر تالك. اصحى يا ابني، انت عملت ايه؟ ده مات. ما عارفش ايه اللي حصل. مات مات مات. لا ده داخل يا بابا. ميت ايه؟ داخل ازاي؟ انا عايز يا بابا. يا بابا انت شايلني ليه يا بابا؟ يا ابني قوتك تاني خرجت عن سيطرة عشان اتعصبت. يعني انا كده، انا لما بتعصب كده انا عايز ابدو الرب. لما تكبر لما تكبر ما يوم عايز عايز اقول لك حاجه السر. ايه؟ لما حد يعصبني يبقى عندي قوه الشر، مش عاوز حد يعصبني. ايه؟ ايوه. متاكد ان انت بتقول زي بابا؟ ايوه، مش عاوز حد يعصبني عشان ليا قوه الشر هي لونها السودا، السودا الاقوى. لازم ايه؟ ساعات بتبقى شريره. ممكن بيحصل معايا. يلا يلا شيله، انت معاك قوه وانت برضه اقوى. العموم ماشي يا بابا، شيله واستحمل استحمل. هشيل يا بابا سبرنت لحد المستشفى. ده اركب، يلا اركب يا ابني اركب. بابا هشيل سبرنت واتحدى عربيتك. جو. العربيه عايزه تسرع، بس انا عندي فكره. يا تيرا كده ما حسيتش حاجه. ازاي؟ انا ابيض عشان انت لسه صغير. ده يا بابا سلام عندي. انا وصلت يا بابا اهو، انا وصلت. يلا يا بابا. مش عاوز حد يصني. ودي سرعه، ودي سرعه الاوضه نص، ودي سرعه الاوضه نص. بس هقفل الكارتن. خليك معايا دكتور، وعند دكتور شو مليت هنا سوبرمان جه عندنا. مش وقته. حسب انا على كيفك طفلة بتحرق دي. شوف مين هضربك بقى، انا هضربك. ولا تضرب مين؟ بتضرب مين بقى؟ لا تلك اشارة باتمان. بتضرب ابني، بتضرب ابني، بتضرب ابني. بتضرب ابني. طبعا لازم نهر مش مستشفى. بابا خد 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 خد.
بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني لازم نمشي من هنا عشان الناس بيعودوا. ناديت يا ابني خلاص الراجل كويس. عملت ايه؟ لازم نفصل. انا متضايق قوي. وانا متضايق مش عارف وانا مش عملت حاجه. هو اللي خرجنا على السيطره. هنعمل ايه؟ وانا ما اعمل ايه. لازم نعمل كده عشان يلا نحط خلصنا. يلا يا ابني نمشي. مش عارف حصل ايه يا بابا. مش قادر. لازم نروح المغرب. لازم نروح العربية. لازم نروح العربية. ربنا يرحمه. هو كان اسمه ايه؟ مش ليش ساعة اسمه. بس هو كان كان اسمه محمد يا بابا تقريبا. ماشي تعال يلا نمشي. ده قاتل ربنا. يا ابني تعال نمشي. تعال نمشي. كتبته يا بابا. يلا يا بابا تعال نمشي. يلا انت زي بابا عملنا كده. انت يا بابا انت عارف تتحكم عن سيطرتك اكتر مني كمان. ازاي يا بابا؟ لا مش حكمتش على سيطرتي. مش عارف احكم على سيطرتي على عربيات. عربية ايه؟ على لو نقطة على حد يعصمني وانا هيبقى عندي قوة الزودة. بابا مش عايز استخدم قوتي. مش عاوز تستخدمها. طب بلاش. لما بتكبر استخدمها. ليش مش استخدمها لحد ما يعدي 10 سنين ويبقى في جامعة على الأقل؟ 20 سنين. ايوه لازم يبقى على اول ما ادخل جامعة اوعدك ان انا ابدا استخدمها. يلا بابا هنعمل فيه ايه؟ انا مش عارف يا ابني. هو ضايقني ومش عارف. كنت مش عارف استخدم اللي هو الصوت او الشر. حسي بقولك استخدمت هو غلط. انا كنت بستخدمها على الجول. انا سمعته ده. ما فيش حبيب. لا انا سمعت. انا كنت تأخرت جدا ونزلت البست عشان ادور عليكم. انا سمعت. تقتلت مين؟ بس تقول ولا فات النهاردة. فات النهاردة حرامي. قلتك مش هنزلك الجيم. خلاص هو اللي صحي الحقيقي. انتوا وصلتوا انكوا تقتلوا؟ من غير قصدنا يا ماما. ايه من غير قصدكوا دي؟ هقول لك ايه ده. هقول لك يا ولا ما عاوز اقول لك حاجه. لما هو يضايقني عمرا اللي هو بتاعت الشر بيجي على دمي. مش عارفه احكي فيها. هو اللي خرجنا عن شغلنا يا ماما. ماشي انت وادري الكلام فيها. اطلع فوق. يعني تعمل كده يا سليم؟ هو ده مش عملتش كده. سليم هو مش انا قبل ما اتجوزك وفي الخطوبة اتفقت معاك انك يعني قصدي انا لما اتجوزتك اتفقنا مع بعض ان انت استحيل تقتل حد؟ عامل ايه هو ضايقني؟ مينفعش. انت بضرب ابني ولازم اخد حق ابني. انت ولا انت بقولك اطلع. اضرب الولد هناك ده. حاضر. ولا انت بتهرب من البيت يلا؟ اللي زلتلك خلاص اتهلت وجلك. مين عامل كده؟ انا. وقعت. ليز ليزر عشان تفيح وجلك. رجلي. وقعت من فوق. اتزقتني. يا ابني تعالى. صحيت التلج. انا دايخ. اعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ امك وقعت على وكلها. من اولها كده تاني. بابا صب الراحه يا بابا. شويه يا بابا. يا ابني حاسبالك. انت مين بابا؟ انا
معاه في اللوكة العربية يا بابا عشان تمطع كده ليه؟ امشوا كفاية تماما. يلا يا بابا امشي يا بابا. نمشي اهو. بابا متأسفين النت قطع. حرام عليك النت بيقطع وبص مش بيعمل حاجة غير هما بيقطعوا. معلش يا جماعة النت قطع نكمل ما تقلقوش. بدأ هو يا فندم للأسف للأسف محتاجة تبرع بالدم. أنا شهابة وعود هي دم دم زي دمي عفا اديها دم. تمام اتفضل ادخل اديها دمه دمك عشان اسامي كده. ايه يا دكتور؟ اسف زي ما قلت لك لازم يبقى عيب. هبرع الدم ليا هبرعها. دمنا بها زي دمي. طب لازم نتاكد ان انت ما عندكش اي اعراض. ماشي ينفع تفضل معانا؟ ماشي. السماعه اهي ده قلبك عشان اعرف مقدر السكر في الدم. ماشي السكر في الدم مظبوط. افتح كده بقك. كل حاجه مظبوطه. دلوقتي انا هديك حقنه واسحب منك دم. اتفضل حقن. روح لها دلوقتي واحد. الحقنه دي بقى المكان اللي اتخبطت فيه بالظبط. كده اسبوع عمر ما رجعت كده خالص كده تمشي. اسبوع قد ايه؟ 7 ايام. هو 7 ايام. ولو ما فيش حاجه اتطورت ف يعني اسف احب اقول لكم كلمني كده لو مفيش حاجه اتطورت كلمني. ماشي ماشي ماشي. يلا طلع خارج. طب تاخد معاك صوره قبل ما تمشي. عايزه اخد معاك صوره. عايزه ايه اللي حصل؟ استاذ انت وقعت من رجلك وجوزك اتبرعلك بدم. ازاي؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه. ممكن ثاني يا دكتور عايز اقول حاجه لجوزي. ستوب ثاني. صح ما هو البطل خارج سجن. لا ماشي تقدري تقولي الحاجه اللي تعجبك. سليم انت ازاي اديتني دمك؟ انا كده هبقى بطل خارقه. لازم اديكي دم عشان تعيشي. يعني انا دلوقتي انا حاسه ان انا كويسه جدا عشان اخديكي. غلط. انا حاسه ان انا كويسه جدا. ما انت محتاجه تعلمي بيه وزي علم هيدك وان وانا اني انا بجد بقيت بطل خارقه. عمري ما توقعت الموضوع ده. عاوز اقول لك حاجه. لازم اعلمك الحركات وامي لما يكبروا. اتفضل انت اخرج وانا هغير هدومي. ماشي. ايه دكتور؟ ايه دكتور؟ ايه كنت عم تعمل ايه ببوباي؟ لا مفيش كنت بكلم حتى. لا قوليني اسم حرف مبين. اسف انت بتحب بطل خالك؟ انا لازم تديني انت. هل انت بطل خارج سوبر مان؟ انت شكلك بطل خارج سوبر مان. انا الدم لما طلع قال لي اللي انت عندك قدرة خارقة. انا معرفش ازاي انت عندك. انت المفروض سوبر مان. شكلي عمال اقول لك سوبر مان. فهل انت سوبر مان؟ روح سمحلي. انت عايزه تشوفها؟ انا عجالي كل ويكلك بقى ليزر ويكل. شفت شهير. انا
شريرة. شرطة شرطة تعالوا يا شرطة. مراكو فين دول؟ بس مين انت فين اللي نايم؟ ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وفين حصل؟ ايه ده؟ عشان مفكرين مش بطل خالص. ايه ده؟ انت بتقدري تتحركي؟ عايزة هو بتحرك بس كمان بنط. ايه ده؟ يلا يا سليم انا مروحة. يا ده انا اروح بيه بانه غلط لقيت تقفي اصلا. يلا حبيبتي يلا حبيبتي ان يلا يعني ما ينفعش. ها يعني ما ينفعش. بدأ خد كفاية حبيبتي كفاية حبيبتي كفاية بقول كفاية بقول كفاية يا دكتور. انا هبلغ البوليس. دكتور اصحى. انا اسف يا دكتور. اسف بجد. اصحى. اصحى. انا اسف يا بطل يا خالك. انا هبلغ البوليس على الموت. لا 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 خلاص امي مش خلاص خلاص صحمها 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 يعني صحمها اديها فرصة واحدة بس. ايه طب خليك تقتلي واحدة. يا مليكة عاوزك على سؤال. مليكة عاوزك على سؤال. شفت هربت هي راحت فين؟ مش عارف مين اللي هربت. وياكو سيدوكتا شايف يا فوت عندها سرعة قوة السرعة يبقى يلا عشان تتحبس. مالك اهدي اهدي بقولك اهدي بقولك اهدي بقولك اهدي بقولك اهدي مالك اهدي بقولك اهدي. انا عرفت ان انا عملتها مش قانوني. اهدي 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 انا خدت حتة بالدم وبيت سريع. اهدي مليك فكري ممكن بعد ما عملت. يلا الحق يا سليم خد حتة من الدم. نعم خد حتة من الدم. انت ولا ده انت ما اضربك. الحق يا سليم انت خد. ايه ده سليم اتحول. يا لهوي ايه ده سليم اجري هيقتلك هيقتلك اجري. شرطة 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 اتفقت معايا يا سليم. ايه ايه ده الناس كلها واخده اجازه النهارده عامله ايه ايه ده يا سليم ايه ده ايه ده صدق احنا اتفقنا هنضرب بس تعالى نروح نضربه بس مش نقتل. تعالى ورا بصوا يا بتاعي خالتين عايزين يضربوني. بص بيصورني في خالتين بيضربوني. بطل خد الضربه دي. قدام الكاميرا قدام الكاميرا يا عشان تحرم. احنا قلنا لك بس يعني خدت نقطه من دمنا نتاه بقى نعمل ايه. انا كنت بهزر عشان تخاف. خلاص سيبوني. طب نك عليه بقى. طب انسى الفيديو ده من سيبك. طب انسى الفيديو ده عشان نسيبك. نزل حتى يلا يا سيم نقتله. لا اتعصب اتعصب. مديكة ابعدي بسرعة عشان ايدي. سليم الراجل مبقاش فيه نفس خلاص نسيبه. هو كان بيهزر. ايه ده تعالى يلا معايا على البيت. مش انت بتعرف تطير؟ انا كمان بعرف اطير. انا هطير اهو.
انا مبسوطة جدا يا سليم، شفتني؟ ده انا كان عندي عضلات وكبرت. مبسوطة ايه يا امي؟ مبسوطة؟ ايوه يا عم، احنا قتلنا الراجل اصلا. لا هو عايش، بس هو ما فيش غير راسه بس كانت سليمة. عم مش مهم، بس اوعى تحكي حاجة ليوسف. اسكتي عشان كده انت بتحس بالناس. اي بحس من الناس كمان. طرت قدام بيت 11. اسكتي. ايوه انا شخص حاجة تاني دي عشان عاوز اريح عشان انا عملته النهارده. ليه بس؟ ايه اللي مضايق؟ سيبيني ولا اقول لك انا طالع ليه كده؟ انا جاي معاك، مش هسيبك. عشان انت كنت فين؟ ايه يا ماما؟ كنت خارج مع اصحابي. ايه هو انت استأذنتني يا ماما؟ ايه انا سمعتك. اول مرة انقذ حد يا ماما، لقيت واحد دكتور كده واقع في الشارع والناس كلها متممة عليه، فكلناش انها وانقذناه الحمد لله. يا عبيد، ده انا وابوك اللي ضربناه. اسكتي. ايه؟ انا وابوك اللي كنا بنساعده اصلا. بتساعده في ايه؟ ساعدناه بعد كده جري مننا، افتكرنا عايزين نضربه. عايزين تضربوا ليه؟ اعمل لكم ايه؟ احنا كنا عايزين نساعده، قال لها بعيدوا عننا عشان شاف ابوك بعضلاتي. طب بابا، ايوه زي ما قال لي صحابي بالظبط. خد. يا عم انت كفايه رزاله. انا النهارده مش يوسف. يا يوسف، اقول لك حاجه. لازم تطلع فوق. فوق يا عم. عايز تعالى يوسف عشان هطلع. هتدلعك يوسف. معز يلا معز، خش هتدلعك يوسف. هتدلعك معز. ماشي؟ معز ايه يا عم؟ ايه اللي خلص؟ طب يلا خش. مش اوضتك دي؟ اوضتي صح؟ اه. طب انت لسه ما ذاكرتش ليه؟ هذاكر اهو، هذاكر. ماشي. لسه الكتب محطوطه ليه؟ ذاك. ماشي. تعالي امريكا عشان فكرنا نجيب له سلاح التلميذ. يا ماما انا كوكب بطل خارق، اذاكر ليه؟ اسمها اذاكر ليه؟ عشان تطلع بطل خارق برضو. اما صلاح جايب 55% وما حصلش حاجه. انا مالي بصلاح؟ لا ده محمد صلاح فخر العرب. طب خلاص مذاكره، نروح ماتش، نتفرج على الماتش. خلاص مذاكره. انت هتجنني يا ابني. احكيك عليه وقول لك احكيك عليه. انزل يلا، عايزه اكلمك. يس اذاكر اخيرا. خلاص سليم، احنا استخدمنا القوه في شر كتير. بليز مش عايزين نستخدمها في شر. طب مش عايز حد يعصمني. بكره الصبح صحي ابنك عشان عنده مدرسه، وانا عايزاه يبقى ناجح مش فاشل. اوكي كده خلاص المذاكره عشان عنده سرعه برضه. ماشي. بعد 10 سنين. تاكل النهارده لحمه ولا شاورما؟ شاورما. ماشي انا عملت الشاورما. سلموا نفسكم. يا معز. يا يوسف. يا يوسف. يوسف انا. يا يوسف انا. انا جاي اشعر خطر. يا يوسف انا. احنا هنموت. هقتله. يا يوسف حقنا. انت تقريبا مش متاكد انت في بيت مين. خد. تعالى بقى، تعالى اخرج بره. تعالى بره. حسنا وجي ارمي في الشارع احسن. يا عز، يا يوسف ارمي في الشارع عشان عربيه تدوسه. رميته على البسطه بره. انت كويس يا حبيبي؟ انتوا اللي كويسين. اه احنا كويسين الحمد لله. تعالى ايه عاملين ايه؟ الحمد لله. اطلع
كنت مع صحابي زي العادة. صحابك تاني؟ انا سامع صوتك من صحابي دول. انا والله صحابك دول هيودوك في داهية. انا بقول لك اهو سامع صوتك من تحت الجنينة. انتوا كنتوا في الجنينة؟ انتوا كنتوا في الجنينة تلعبوا في الجنينة؟ ما صحابي فعلا بيلعبوا في الجنينة. ماشي يلا انزل تأسف لهم انك انت انزلت. انا طب هنزل اكمل معهم لعبة في الجنينة. ماشي باي. شفت الفيلم بيضحك ازاي؟ حلو قوي. ضرب واحدة طيار زي ما معز عمل في الحرامي بالظبط. فعلا احنا عيلة سعيدة جدا. انا عايزة اقول لكم حاجة، عمركم ما تستخدموا القوة دي في الشر غير انكم بس تدافعوا عن نفسكم. ايوه هي اللي بتتكلم عنه صح. يوسف خلاص انا وابوك كبرنا وبقت قوتنا مش ما عندهاش قوه زيك. انت اللي هتحمينا. انا ما خلفتش غيرك بس معتمده دايما عليك وانا واثقه فيك دايما. ان شاء الله هتكبر وتبقى احسن بطل واصغر بطل. وتخب وتحق وان كل الناس في البدل في بدل ماشي هم بيحبوك ان شاء الله. شكرا يا جدعان. عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتم كنتوا عارفين احنا كنا بنعمل الفيلم على قناه سيرين جيمين، وكان البطل بتاع الفيلم سوبرمان سليم، والبطل السوبر التاني معز كان سوبرمان، وانا كنت سوبر وومن. طبعا عارفين الشخصيات سليم الاب، مليكة الام، واخر واحد معز الابن. هو كان الابن. وصراحة احنا عايزين نقول لكم الفيلم استمتعنا بيه جدا، وان شاء الله كنا بنعمل لكم حاجات عشان تبقوا مبسوطين. ودي كلمتي. اتفضل ياسين قول حاجة للجمهور. اعملوا سكرايب ولايك وعلى جرس عشان يجوا كل جديد ليكم. انا عايزة اقول لكم اللي احنا تعبنا جدا في الفيلم ده، فيعني انا عايزكم بجد تفجروا زر اللايك ولقيت تدعمونا عشان احنا عايزين نوصل لميت الف مشترك ان شاء الله. احنا دلوقتي يا جدعان زي ما قلت لكم اعملوا لايك سبسكرايب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل جديد وتبقوا مبسوطين جدا. والسلام عليكم.